ريجبي، مساحتنا الطبية لليوم رح يكون محورها التجميل. البداية كانت بشرارة أمل لحدا بيعاني من تشوه أو مشكلة خلقية أو مرضية، مع الوقت تحول إلى خط لأحدث صيحات الموضة في عالم التجميل والشباب المتجدد. سالي، والأمر بدأ بالبداية مع تحول الحاجة عند البعض لهوس بالوصول لمقاييس جمالية معينة، فمتى يمكن أن يصبح التجميل نقمة لدى البعض وهوس؟ رح نتعرف أكثر عن هالموضوع مع الدكتور فراس عساف، أخصائي في الجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يا هلا فيك. صباح الخير سالي. صباح الخير دكتور. بداية خلينا نحكي أيمت أي شخص لازم يلجأ لدكتور التجميل، يعني لابد أنه يلجأ لدكتور التجميل؟ هلا بالمطلق التعريف الاساسي للتجميل هو اعاده الخطوط لمكانها، يعني اذا احنا عندنا بدايات تهرم او مشاكل خلينا نقول بالمنظر طارئه عن تقدم بالعمر او طارئه عن حادث لا سمح الله، بنلجأ لطبيب الجراحه التجميليه والترميميه لحتى نعيد الخطوط لاماكنها. يعني هذا الهدف الأساسي، حتى لما نحن نتعلم باختصاصاتنا أنه الهدف الأساسي مو تغيير الملامح، مو نعمل كوبي عن نجم ولا كوبي عن إنسان آخر، أو نشتغل على مبدأ الغيرة أنه فلان عمل هيك أو فلانة عملت هيك لازم أعمل مثله حتى لو ما بيناسبنا هالشيء أو ممكن يعمل مشاكل. يعني دكتور، يعني ذكرت نقطة مهمة أنه هي إعادة الخطوط لمكانها الصحيح وليس التغيير، لكن شو السبب دكتور برأيك هالتحول، يعني بهي الرؤية بهذا المنظر لهذا المنظور؟ هلا أنا برأيي التحول بالدرجة الأولى هو فهم خاطئ للقصة من أساسها. يعني نحن عملية التهرم هي ماشية مع كل العالم، يعني كل العالم عم تكبر بالعمر، في طبوغرافيا معينة للوجه عم تتغير. الفكرة بالموضوع أنه يمكن أنا بعزية أكثر شيء للثورة المعلوماتية، فنحن عنا بكبسة زر عم نفتح سكرين عم نتفرج على شغلات مرات أقرب للخيال خلينا نقول. يعني ناهيك انه ما كل شيء عم نشوفه صحيح، لانه في شغلات كثير عم نعمل لها فوتوشوب وعم نعمل لها مثل ما بتعرفوا انتم شغلات الكاستينج وكذا، فمنطالع صوره هي كثير بعيده عن الواقع. وهذا الشيء بنشوفه مرات حتى ببعض الفكاهات، انه بنبعث صوره لنجم مثلا بدون ميك اب ومع ميك اب او قبل او بعد، فبنشوف في تغيرات كثير واضحه. الفكره انا برايي انه هو الفهم الخاطئ بالدرجه الاولى، الفهم الخاطئ لمبدا التجميل، ليش عم نجمل. تماما. يعني دائما دكتور في معايير معينة للجمال بغض النظر عن الطلبات اللي ممكن تجي من خلال مثل ما تفضلت حكيت آخر صيحات الموضة، الأنف الصغير، دول القصص أحيانا في معايير معينة، الوجه لازم يكون متناسق. يعني شو المعايير اللي بتتبعها كدكتور تجميل لا يطلع الوجه متناسق؟ يعني أحيانا بيكون ملامح الوجه هي ضخمة وبيجي حدا بده يعمل أنفه كتير صغير، ف شلون بتتعامل مع هيك وضع؟ هلا هون طبعا بالدرجه الاولى الاستشاره كثير الاهميه بالقصه، لانه نحن خلال الاستشاره المفروض نكون كمان كاطباء او كاستشاريين ما يكون كله امين وتكرم عينك وتكرم عينك، ما بصير القصه هي. فنحن حسب الدراسه التشريحيه لاي وجه، اول شغله اي شغله بدنا نعملها تجميليا المفروض ما تاثر على اعضاء الوجه او اعضاء الجسم وظيفيا. يعني على سبيل المثال موضوع الانف مثلا، مو ممكن انا يجي قص الانف وصغره لحد انه يصير المريض عنده نقمه خلينا نقول كل عمره شخير ومشكله بالتنفس ومشكله بتغير الطقس والى اخره. فهي القصه لازم كثير نوجه نحن المرضى لهالقصه هي، انه اوكي في ديفو في مشكله تصلح، ما في مشكله ما في داعي نعمل عمليه. مرات بروسيجر صغيره عمليه صغيره ممكن تصير بدون ما نروح على الجراحه الكبيره اللي ممكن ما يكون في لها اثر. يمكن دكتور في كثير العديد من الاخصائيين تجميل يمكن وانت منهم دكتور، انه مو اي شيء بدها اياه الصبيه بتوافق الراي، يعني تمام بيصير دراسه للموضوع ويكون في براهين لحتى تقنعها انه هذا الشيء ما بيلبق لك، هذا الشيء ما له ظابط، انت مانك بحاجه. قديش هذا الموضوع بالفعل لازم يكون موجود عند كثير من دكاتره التجميل وما يكون الموضوع فقط مادي؟
هلا هذا الكلمه الاخرانيه هي الكلمه المضبوطه الحقيقه. هي المشكله اللي عم نعاني منها انه موضوع المنافسه مرات عم بيخلي انه بعض حتى مو زملاء مرات في عالم حتى ما لها علاقه بالاختصاص مراكز تجميل يعني مراكز تجميل كفرية اللي بدك يعني بس انه هالقصه هي عم تعطي انطباع انه شغله سهله يعني مبدا شغله سهله هي شكه ابره هي شغله بسيطه الى اخره الى اخره فهالقصه هي عم تعطي مشاكل بموضوع المنافسه فنحن عم بيجي لعنا تقريبا انا دائما بقول انصاف المتعلمين يعني مريض او مريضه قارين على الموضوع بس قارين عنه بشكل عام فهن بيعتبروا انه هن عندهم احاطه تماما بهالماده كيف بنشتغل عليها وكيف النتائج. الشغله الثانيه وهي الاهم هي المنافسه غير الشريفه خلينا نقول انه انا لا بروح بعملها بمكان اخر اذا ما عملت لي هالقصة. فهون المفروض الطبيب يكون رايه يعني ثابت ويعطي قبل بوقت تنبيهات خلينا نقول انه هالموضوع هذا ما بيلبق لك واذا عملتيه رح تندمي. وغالبا انا بالنسبه لي اللي بيجوا على عيادتي وبيروحوا على غير محلات بيشتغلوا هيك شغله مثلا بكون انا رافض اني اشتغلت غالبا بيندموا للاسف الشديد. دائما هو تحكيم الضمير اساس باي عمل وخاصه مهنه الطب سواء كان تجميلي او غيره. خلينا ننتقل للفيلرز المواد المالقه او البوتوكس او غيره من الشيء الشائع هلا والمنتشر. هل في سلبية أو بشكل خطورة في حال دائما تسوى بشكل أنه يعني في مدة محددة خلينا نقول البوتوكس بيعطيها الدكتور في عالم لا قبل بتعمل مثلا لا فك عندي شوي يمكن. تمام هلا هي بندخل بموضوع اللي كنا عم نحكي عليه يعني الجماعة اللي بنسميهم الأكرو تبع التجميل أنه لازم دائما يشتغل بحالهم هي هوس شوي هوس بالضبط. فهي المشكلة هي المشكلة من عاني منها لأنه على سبيل المثال خلينا نروح على البوتوكس كمادة. البوتوكس لا يعني المفروض ينعمل حقنة بوتوكس إذا متابعين مزبوط من 5 لـ 6 شهور وليس كل شهرين مثلا. في عالم تارك كل شيء شغلة وماسكة هالمراية طلعت لي تجعيدة طلعت لي كذا فك البوتوكس فهذا بيأثر لأنه حتى البوتوكس كمادة هي مادة بتعمل أضاد بيسموها فما لازم نحقنها بشكل متقارب لأنه بجوز تعمل هجمة تحسسية تصل إلى حد الصدمة فهي مشكلة. الفيلرز طبعا في أنواع كثير من الفيلرز. الفيلرز الدائمة هي فيلرز كثير سيئة ورخصة أساسا بيوجه أنه هي في شيء غلط يعني. الشغلة الثانية اللي هي طريقة حقن الفيلرز يعني ما لازم واحد يعمل شغلة بيسموه أوفر كوركشن يعني يبالغ في الحقن بحيث انه يتغير الملامح يصير الوجه المطاول يصير مدعبل الشفه تكون كانه وحده مركبه 4 شفاف يعني هل حتى دائما بيكون في ندم لانه بيكون مثل هجمه عند المريضه بعدين لما تطلع بحالها بعد فتره بتصير بتكره حالها بتصير سعيانه انه تسحب المواد وهون بنفوت بقى الطامه الكبرى. وهذا الكلام دكتور بالإضافة للأنواع المواد المالئة كمان تلعب دور كتير كبير يعني بالفعل الواحد ما يسترخص يمكن وخاصة مثل ما ذكرت أنه في كتير صار أماكن سهلة الوصول ورخيصة وبينعمل وبتحصل الصبية على النتيجة لكن رح تندم. فقديش هالموضوع مهم بالفعل نوعية هالمواد اللي عم تدخل على الوجه. هلا انا برايي انه المواد لازم تكون كثير مدروسه ولازم بالضبط موضوع الضمير عند الطبيب يعني هلا الماده السيئه المفروض ما نساعد انه تنتشر يعني حتى لما يعرض علينا ماده بالعياده انه خذها دكتور هي رخيصه منيحه فيها اوتكم جيد انا برايي هذا غلط كثير. وبنفس الوقت المفروض في مواد موجوده بالسوق سعرها مقبول يعني قادر اي حدا يدفعها بشكل او باخر ببادجت او اخر وفي في شغلات اغلى لها علاقه بالدول المنتجه بس اكيد اي شيء نحن من داخل على البلد بطريقه غير نظاميه ما انه مرخص ما انه مدروس بمخابر وزاره الصحه المفروض نحاول نبتعد عنه قدر الامكان. نعم يعني يا دكتور خلينا نسالك برايك انت كدكتور على سبب انه اخذ الموضوع او الطب التجميلي لاخذته المراكز التجميل مثل ماده تجاريه او هدف هو مادي سواء حقن البوتوكس او الفيلرز. قديش لازم نتوجه لشريحه العالم اللي عم تروح على مراكز التجميل وعم يصيبها مخاطر منه
مشان الماده يعني ممكن تسترخص او ممكن تقول انه ارخص من الدكتور لا بعمل عنده وهي الماده واحده. قديش بيفرق عمل الطبيب عن عمل المراكز التجميليه حتى بي بي بالابره؟ احيانا في ابر خاصه مثلا خلينا نقول تحت العين ما لازم نحقنا باي ابره ثانيه، هي لازم نتوجه بالضبط. هلا هي لها علاقه بالدراسه ذاتها يعني تماما، يعني لما واحد يدرس سنوات وسنوات لحتى يوصل لاختصاص معين صحيح. أكيد هل هالشي هذا بيكون عنده هو أقدر وأمياز بهالقصة. موضوع المراكز بحد ذاته أنا برأيي أنه حتى نحن بالإعلام مفروض نوجه لهالقصة صحيح، لأنه نحن عم نشوف حتى دعايات عم تطلع على محطات لمراكز يعني قد يتواجد بها طبيب وقد لا يتواجد فيها أساسا إنسان ما أنه دارس حتى فرع علمي بالأساس يعني يعني ما راح نقول مو طبيب صحيح. حتى ما أنه مهندس يعني يعني فهالقصة هي إلى أثر. وللأسف الشديد موضوع مثل ما قلت الانتشار على الشبكة العنكبوتية، كل هالعالم شغالين مثلا دعايات 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 تأثير البنات على بعضهم كمان. دكتور الليزر عندك هالقد ليش الليزر؟ يعني ما بنروح على الجودة بنروح على السعر. وللأسف السعر نحن عمليا ما دفعنا جودة بس عم ندفع السعر صحيح. أربع أضعاف وما عم ناخذ نتيجة. دكتور إذا بتذكرنا شوي بعض الأمثلة أو بعض الحالات اليوم يلي بالفعل هي بحاجة لتجميل أو تصحيح. هلا اي انسان عنده بدايه مشكله تجميليه برايي انا المفروض يعمل شيء قبل ما يتقدم هالاشكال هذا. طبعا شرائح العمر عنا اذا كان شغال عليه شرائح العمر عنا بعد 30 المفروض نبلش نفكر بشغلات بسيطه، بجوز حقنه بوتوكس للعقده، بجوز مشاكل خلينا نقول اذا واحد بعد 30 يعني بعد 30 ممكن نبلش. يعني انا بتيجي لعندي وحده مثلا عمرها 18 سنه انه دكتور حابه اعمل فيلر وبوتوكس بقول لا يعني حرام، عرفتي كيف؟ موضوع تجميل الانف مثلا المفروض ما نشتغل تجميل انف لحدا بعده بسن المراهقه لانه هالموضوع هذا كثير بياثر لانه بعدنا عم نكبر. موضوع تجميل الصدر خلينا نقول تكبير الصدر او كذا اذا ما في مشكله لهالقصه هي حرام برايي انا، يعني دائما احنا بننصح. طبعا ممكن بعد الولادات بعد هالاشكالات هي يصير عندنا مشكله خلينا نحكي عن المواد يلي مثلا البروتيز هدول القصص اللي بيتم في حال مثل ما تفضل حضرتك اجت مثلا سيده بدها تكبر صدرها وهي لسه ما حملت يعني او لسه ما جابت ولد ولا يعني انه لجأت للارضاع او شيء تماما، هذا الشيء خطر عليا حتى لو مثلا الماده كويسه. في كثير مواد حتى انتشرت على التلفزيون انه هي مواد مسرطنه، كدكتور تجميل بتنبههم او بتفضل بعد؟ اكيد هلا الحقن بالصدر هو عمليه خاطئه. في تقنيه واحده ممكن تنحقن هي تقنيه الشحم، والشحم ممكن يصير بتقني بمجال مستشفى طبعا مو بعياده تماما بعقامه خاصه وبطريقة خاصة، يعني مو أنه بس نسحب الشحم ونحقنه. موضوع أنه تكون متزوجة أو لا برأيي يعني تكبير الصدر للبروتيز ما بيأثر بشكل كبير على القصة برأيي أنا. الفكرة بالموضوع أنه دائما لازم ندير بالنا لموضوع الـ يعني التارجتينج، يعني شو بدنا نحن بالضبط النتيجة اللي بدها إياها السيدة صحيح. يعني المعالجة الاستشارة النفسية بالدرجة الأولى ليش كيف هاو تو دو، يعني كيف بدنا نعمل وشو النتيجه، لانه بعد هيك لما يصير في حكي بهالقصه هي ونلاحظ انه السيده اللي جاي هي الحقيقه هي فكره غير فكر بنوب وعم تحكي بقصه ما لها علاقه علي. ولن تحصل، فالمفروض نعتذر عن العمل الجراحي. نعم دكتور ذكرت لنا انه بعد 30 يعني اذا بتحب اي صبيه انه تهتم شوي اكثر باطلالتها وبجمالها ممكن تلجا للمواد المالئه او البوتوكس او مثل ما حكينا الفيلر، لكن دكتور قديش بتفضل يعني بتفضل انه كل 6 شهور؟ ذكرت لنا انه الدائمه هي كثير سيئه تمام، كل 6 شهور ممكن صبيه او مثلا ممكن تكون عم تحضر فرضا لعرسها ممكن قبل العرسه بفتره، يعني امتى بتنصح الصبايا؟ هلا دائما التحضيرات يعني خلينا نقول بنعتبره نوع من الباكج، انه واحدة عم تحضر كل شيء، عم تحضر شعراتها عم تحضر وجهها الى اخره. الفكره بالموضوع مو يعني بعد 30 بجوز واحدة توصل لل 40 ما عندها مشكله تجميليه بدها تصليح، هون الفكره الاساسيه. العالم اللي عم نحكي عنه نحن هي العالم اللي عندها مشكله قد تبدا بعد 30، يعني نحن اذا
تعرضنا لموضوع نحف مثلا شديد او كذا طبعا ندخل لموضوع التصليح حتى حتى قبل الثلاثين. بس مو يعني دائما في 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 استثناءات، بس الاستثناء ما ما بصير هو القاعده. تماما. دكتور خلينا نحكي عن البوتوكس. بيقولوا دائما انه اذا بلشنا بالبوتوكس وتابعنا عليه فهن بيخفوا الخطوط اللي مثلا بالجبين او بالعقده او اكثر خطوط اللي عم تطلع هيدا الإدعش اللي بتعاني منها جميع السيدات، انه هيدا العقده لازم انه انا تابعها كل 4 شهور. هذا الشيء صحيح انه البوتوكس اذا كان بشكل مستمر ومتابع بيخفف من الخطوط والحفر بالخطوط للوجه؟ هلا هو مبدأ مو بيخفف قد ما هو بيرخي العضلة المسؤولة عن الشد هذا. يعني ممكن انه بس تروح المفعول البوتوكس ممكن تتراجع للحالة اللي كانت عليها قبل. مو الأسوأ. لا مو أسوأ. تمام. في كتير نقطة مهمة، يعني بيقول البعض انه انا ماني حابب اعمل بوتوكس لانه ممكن يرجع الخطوط تحفر اكتر، فقديش مدى صحة هالموضوع؟ لا مو 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 بالضبط. هي الحقيقة لما يعملوا بوتوكس بيتحسن الوجه بشكل كتير حلو. فنحن بننسى الحالة الأساسية اللي كانت موجودة. فلما نرجع للحالة الأساسية اللي هي بعد 6 أو 7 شهور بنقول انتزع وجهي، لأنه بصير عندنا آخر صورة هي الصورة اللي كانت من 2 3 شهور اللي هي الوجه الحلو اللي ما فيه تجاعيد. تماما. في كتير أشخاص يمكن بيهمون إنه تعابير وجههم ضل واضحة، وللأسف عم نشوف بعض الحالات بالبوتوكس إنه ما في أي تعبير للوجه، العين جامدة وما في إلا أي تأثير. كيف هون لازم يتم التعامل مع هالموضوع؟ هذا اللي عم نحكي عليه، إنه موضوع اللي مسميه الوجه السيراميك أو الوجه الشمعي هذا هو غلط. لأنه الوجه هو بالأخير هو مجموعة من الأعضاء اللي بتعبر بالضبط. فنحن لما نخفي التعبير فبصير عندنا اللي بنسميه الدولي فيس أو وجه اللعبة اللي ما في أي رياكشن. بيجوا بيطلبوه؟ في عالم تطلبوا، ما بعمله أنا الحقيقة. يعني أنا كفراس عساف ما بعمله. نعم. لأنه غلط كتير أنه حدا مثلا حزين أو مزعوج أو خايف أو كذا ما يقدر يعبر ويعبر حتى بعضلات أخرى. يعني إحنا لما نشيل العضلة من العضلات فلما يكون كل التعبير بالفك السفلي ما كتير حلو. لهيك هي يمكن البوتوكس الصحيح إنه يتم شلل العضلة مع الحفاظ على بعض. بجرعة بحيث إنه تكون يعني الأمور وسط، خلينا نقول. يعني جميل، في تاتش من الجمال، بس بنفس الوقت طبيعي. مو في تغيير كامل واللي بيجي بيقول لك دكتور بدون شقلت العيون. كنا عم نحكي عليها تحت الهواء انه في كثير اشخاص بحبوا هذا الموضوع. هلا هي كيف بتكون؟ هلا موضوع الشقلة يعني هو بغض النظر لما نعمل بوتوكس الحواجب خلينا نقول بدها تطلع شوي، بدها تفتح النظرة، بنسميها النظرة اللماعة او بالفرنسي بيسموها نظرة الكوكين. بس بنفس الوقت ما لازم يكون في مبالغة بحيث انه محور الحاجب يتغير. صحيح. يعني يصير محور الحاجب حوالي 45 درجة برأي منظره بيكون كتير زاوية جداً بيصير زاوية بالضبط. فبيكون المنظر جدا سيء وللأسف الشديد المصيبة الأكبر أنه عم يطلبوا، لا أنه اللي عامل يعني معملها طبعا مو عندي بتكون مبسوطة. هي بتكون شايفة أنه هو شيء حلو على المراية. خلينا ننتقل من الوجه للجسم. كمان في شيء جديد هلأ كمان اسمه النحت دكتور، عم يلجأوا له أحيانا مثل ما حكيت حضرتك هيك هواس، أحيانا لا هو يكون تجميلي، بيكون في خلل معين بالجسم. خلينا نحكي عن النحت وكيف طرقه، يعني بشكل أنه كمان ما تأذي. هلا الموضوع النحت هو دائما نحن عم نرجع لنحط الخطوط تبع الجسم بالخطوط الاقرب للمثاليه ان امكن. طبعا هلا كلمه ام امكن بتصير لانه مو اي انسان او انسانه هو قابل للنحت لحتى يصير مثالي منظره بالاساس، قفصه الصدري، حوضه او حوضه الى اخره، طريقه السمن تبعهم. يعني نحن دائما لما بننحت بدنا نحط دائما بين قوسين انه ما نوصل للترهل. لانه اذا وصلنا اذا سحبنا شحم وترهلنا فاحنا عم نزيد المشكله التجميليه او التناسقيه بالجسم. هلا في العالم اللي عم نحكي عليها الصيحات اللي تجيني وبرفضها طبعا، هي مثلا للحصول على خصر استئصال ضلع مثلا. مثلا هي قصه جديده دكتور. اي انه انا بدي خصري هالقد ف بماليزيا عم بيشيلوا الضلع بتايلاند فيا ريت تشيلني اياها. فانا هو تقنيا انه انا بستأصل الضلع اذا في مشكله كثير كبيره، بس انه انا استأصل لك ضلع ليصير خصرك هيك. الضلع لما نحط يعني الله سبحانه وتعالى حطه
لا مهمة معينة. يعني نقاط كتير مهمة دكتور ذكرتها ضمن صباحنا. بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى هال يعني جرعة توعوية اليوم يلي حطيتنا إياها. ميرسي لكم. شكرا دكتور فراس عساف، أخصائي في الجراحة التجميلية.